المثل الشعبي اللي بيقول جواز القرايب مصايب ما كدبش، وأكبر دليل اللي هتسمعوه في حلقة النهاردة. تعالوا نشوف. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات المحاكمة، وبأكد للسادة المشاهدين أن كل المحتوى اللي موجود على القناة واللي بنطرحه من موضوعات سواء حوادث أو قضايا اجتماعية أو مشكلات دي بتجيلنا من السادة المتابعين بهدف ان احنا نحاول نلاقي حلول من خلال تعليقات السادة المشاهدين. اما الحوادث والجرائم دي بتكون موجودة في الجرائد الرسمية وبننشرها او بنستعرضها بهدف الاستفادة من تجارب واخطاء الاخرين. بطلة حلقة النهاردة اللي بعتت لنا قصتها بتقول انا اتجوزت من اكتر من 25 سنة، اتجوزت ابن خالتي، بعد سنتين ثلاثة ربنا أكرمني وخلفت. جه أخويا عجبته أخت جوزي اللي هي برضو بنت خالته وتجوزها. أصبحت أنا متجوزة ابن خالتي وأخويا متجوز بنت خالتي برضو اللي هي أخت جوزي. عشت مع جوزي ده على الحلوة والمرة، كان عندنا ميراث وكان عندنا أرض وكان عندنا حاجات كتير جدا ورسنها من أهالينا. جوزي ما كانش شاطر قوي في التجارة، أو نقدر نقول إنه ما كانش محظوظ. دخل مشاريع كتير من مشروع لمشروع ومن مشروع لمشروع خلال السنين دي. ربنا بعت لنا 3 بنات. خلال السنين دي خسر كل حاجة وبقينا عايشين على مرتبه اللي بيتقضاه من وظيفة بسيطة فقط لا غير. ربنا أكرمنا خلال المشوار ده وجوزت بنتي الكبيرة. كان بيعاملني أسوأ معاملة، أنا كنت بستحمل لأن أبويا توفي وأمي ست غلبانة وما حلتيش من الدنيا غير أخويا اللي متجوز ده، وده راجل برضو طيب وعلى قد حاله، وأخت تانية وهي أرملة ومخلفة وقاعدة في بيت أمي. أروح لمين تاني وقت ما الراجل ده بيعملني معاملة مش كويسة، أو نتيجة الضغوط اللي عنده بيضربني أو بيتطاول عليا أو بيمد إيديه، ومع ذلك وقفت معاه والمركب مشيت علشان خاطر بناتي وظروفي العائلية. ربنا أكرمه من كام سنة وراح اشتغل في دولة عربية، سبقوا للدولة العربية دي أخويا ومراته. مرات أخويا اللي هي أخت جوزي كانت ست غاوية مشاكل وكانت عصبية جدا وكانت بتتعامل مع أخويا معاملة مش كويسة خالص، نقدر نقول مسبباله إزعاج طول الوقت. أخويا راجل طيب وأنا كمان مش بتاعة مشاكل، وست بقولها وبمنتهى الصراحة ضعيفة الشخصية، ما بقدرش آخد قرار، بخاف جدا من المشاكل. أخويا أخذ مراته وراح اشتغل في دولة عربية وبعته لجوزي أخدوه يشتغل في نفس الدولة. كترت المشاكل ما بين أخويا ومراته نتيجة أن مراته دايما مسببة للمشاكل والتحكم فيه. كل ده بقى ما بقاش يصب عندهم، بقى يصب عندي، ودي نتيجة جواز القرايب. طول الوقت ابن خالتي بيبهدلني وخايفة ان اتكلم لحسن العيلتين يحصل فيهم مشاكل كتير، بيبعت يهزقني ويشتمني ويقول لي شفتي اخوكي عمل ايه في البنت، اخوكي مش محترم ومش هيتلم، ولو فضل اخوكي على اللي بيعمله انت هتروحي على بيت امك ومش هتشوفي ضفر عيل من العيال. يا عم طب انا مالي، انا عملت فيك حاجة؟ انا عملت حاجة في عيالي؟ يقول لها اخوكي هو السبب. الست بتقول انا كنت بحط راسي بين رجلي وافضل اعيط وارتجف وخايفة، اروح لمين؟ امي ست غلبان على قدها، قاعدة باختي الارملة بعيالها، اخويا في الغربة. مشاكل ما بين اخويا ومراته كبرت، والست معندة ومستقوية باخوها اللي هو جوزي، فكانت النتيجة ان هم راحوا رفعوا قضية بتقول انه لو القضية دي مشيت هيدفع هو او هيتكبد غرامة كبيرة جدا، وممكن يحصل له مشاكل في شغله ويمشي من البلد اللي هو شغال فيها ويخسر شغله نتيجة ان هو اخد ابن خالته اللي هو جوزي ووداه البلد اللي هو بيشتغل فيها، فجوزي راحت فرعا عليه، وقف في ظهر أخته اللي هي مرات أخويا. شوفوا الشبكة عاملة إزاي،
شوفوا جواز القرايب لما بيكون الناس ما بيرعوش صلة الرحم وما بيرعوش الروابط الأسرية وما بيرعوش ربنا في الناس اللي هم عايشين معاهم، بتكون النتيجة إيه؟ الست خايفة جدا وبتقول قولولي أعمل إيه؟ أخويا لغاية دلوقت ما يعرفش إن هو مرفوع عليه قضية وهيخسر كل حاجة. أنا كمان مرعوبة، لأنه لو أخويا أجبر على الطلاق والموضوع كبر هينعكس عليا من جوزي اللي بيطلعه عليا أنا، الموضوع متشبك تشبيكة دمها تقيل جدا. أعمل إيه في الورطة اللي أنا موجودة فيها؟ وأنا بقول لها والله زي ما بديت الحلقة وقلت إن المثل الشعبي اللي بيقول إن زواج القرايب مصايب، لأنه أي مشكلة بتحصل ما بين الزوج والزوجة أو العروسة والعريس سواء كانوا شباب صغيرين أو حتى ناضجين، بتكون النتيجة إن في حزب الزوجة وفي حزب عائلة الزوج، ده في صف بنتهم وده في صف ابنهم، فبيحصل عداوة ما بين العيلتين، وبتكون النتيجة إن القرايب بيخسروا بعض إلا من رحم ربي وتدخل العقلاء منهم. ولو اجتمعت الأمة على إن هما ينفعوك أو يضروك بشيء مش هيحصل إلا بشيء ربنا سبحانه وتعالى قدره وكتبه ليكي، فاهدي وبلاش تعيش في رعب وضغط وباين عليكي إنسانة طيبة. رسالتي لو وصلت للشخص هو زوج الست دي، فأنا بقوله بنت الناس واضح إن هي طيبة وغلبانة، ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجميع الديانات السماوية وجميع الأعراف اللي موجودة في العالم بتوصينا بالمرأة، بتوصينا بأن احنا نحسن معاملة المرأة ونصونها لأن هي أمانة في بيوتنا. فمن فضلك لو أختك عندها مشاكل مع زوجها، افصل المشاكل اللي ما بين عيلتك واللي ما بين بنت الناس أم البنات، بلاش تحملها ذنب هي ما عملتوش، هي ملهاش يد فيه نهائي. وبالنسبة لحضرتك يعني حاولي بهدوء تقولي لأخوك يحل مشاكله مع مراته بهدوء، لأن ده كمان بينعكس عليك وعلى سعادتك. وبقول لكل الناس يعني لو أجبرت أو الظروف أجبرتك أن أنت تاخد من عيلتك أو أن أنت تاخدي من عيلتك، ففكر 100 مرة أنه أنت والشخص ده أو أنت والشخص ده متفاهمين مع بعض، زواجكم الأسباب أو أسباب النجاح موجودة، مش هتجتمعوا أنتوا الاتنين ويحصل ما بينكم مشاكل علشان هتخلوا عيالكم أو أسركم تخسر بعضها في النهاية. وفي النهاية بتمنى السعادة للجميع. أشكركم على طيب المتابعة وأشوفكم في حلقة جديدة من حلقات المحاكمة. دمتم بخير، مع السلامة.